سورة الشعراء سورة عظيمة جدا. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر في بدايتها قصة موسى وهارون، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، ثم هود، ثم صالح، ثم لوط، ثم محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أن نصل إلى آخرها، فيذكر الله شيئا مهما. فتكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن 9 من رسله وأمثلة كيف أن أقوامهم كذبوهم. ثم ذكر في آخر السورة، قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. فنستفيد من هذه اللفتة فوائد كبيرة، سأذكر منها فائدتين. الفائدة الأولى أن الناس الغوغاء منهم والدهماء من الناس والغاوون من الناس لا يتبعون من يدعوهم إلى الحق، وإنما يتبعون من يزين لهم كلاما يعجبهم، كما يفعل الشعراء أو الإعلاميون في زماننا الحاضر. الفائدة الثانية عدم الاغترار بكثرة أتباع الشخص، فها هم رسل الله وأنبياؤه كذبوا والشعراء اتبعوا، مع أن الرسل دعوا إلى الحق والشعراء في كل واد يهيمون، ليس لهم منهج واضح أو طريق واضح مستقيم يسيرون فيه، وإنما يهيمون، وإنهم يقولون ما لا يفعلون، كذب لكنهم يزينون الكلام.